السلام عليكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد على نطاق واسع صورة لمجموعة من الطيور السوداء يعتقد أنها غربانة كانت على مجموعات وهي تستنجد بظلال بعض الشجيرات المغروسة وسط كثبان الرمال بإحدى الولايات الجنوبية الجزائرية، نظرا للارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة هناك حيث فاقت 50 درجة تحت الظل. وأشارت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد إلى أن موجة الحر ستتواصل على مستوى عدة ولايات جزائرية بحيث تتعدى درجة الحرارة فيها 48 درجة. وأفاد المصدر في نشرية خاصة أن ولايتي الوادي والمغير ستستمر فيما الموجة التي تتعدى 48 درجة، وذلك إلى غاية مساء اليوم على الساعة 9 ليلاً، فيما تمتد صلاحية النشرية بالنسبة لولايتي ورقلة وتوغرت إلى غاية الساعة 9 ليلا من يوم غد الأحد الاثنين.